صباح الخير يا عبد. ايش انت شايف؟ ايش رايك اليوم بالمحضر؟ بالنموذج هذه كلها مش فيها كله. قد حان الخير وما اجمل ان نحيا فنعبر عنه وننشر ما نتمنى ليلامس روحا ما يأست من قلته فالأمل سيهطل غيثا إن نتبناه تعظيما للرحمن تصديقا بالميزان سنجدد أملا ونغني في كل مكان تمكينا للإنسان تعبيرا للأكوان إيش عقول؟ إيش أمورك؟ الخير وإن رحلت كل الأزمان بادر واصنع أملا وكن عونا لكي تثمر بعطاء لا تبخل كن الأول بما تقدر.